رأفت الهجان الزوجة أول من يعلم، والكثير من الأعمال الدرامية وأيضا السينمائية والمسرحية للفنان الراحل الكبير أبو بكر عزت، الذكرى غالية لينا في تاريخ الفن المصري لواحد من مبدعيها المؤثرين في صناعة السينما والدراما المصرية. الفنان القدير أبو بكر عزت ليس بفنان عادي في مصر وفي العالم العربي. معانا عبر الهاتف الأستاذة الكاتبة سماح أبو بكر عزت نجلة الفنان الراحل. برحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا، صباح النور. أهلا بيك. أهلا بيك. ذكرى الفنان الكبير أبو بكر عزت، أبرز الطقوس اللي بتحبوا تحيوا بيها هذه الذكرى تكريما لرحيله. يعني أنا الحقيقة شتي جدا الحقيقة، بس أنا الحقيقة كل ما الوقت بيعدي أنا بيبقى أصعب عليا والله. يعني أنا آسفة، معلش إن أنا مش يعني متأثرة بهذا الشكل، ولكن احنا مقدرين شعور حضرتك، ويعني ابو بكر عزت في قلوبنا جميعا. ربنا يخليك يا حبيبي جدا. لا، هو بابا كان انسان، يعني هتكلم عليه كانسان اكتر منه فنان. يعني بالنسبه لي انا كان انسان غير عادي، يعني كان انسان متسامح جدا، وعنده قناعه انه الدنيا ما تستاهلش ان احنا لا نزعل من حد ولا نعمل مشاكل مع حد. يمكن عشان كده كنت دايما حتى اقول لبابا انت، يمكن عشان كده سميتني سماح لان كانت الجمله دي في بقه على طول. يعني ما الاقي حد زعل يقول له سيدي سماح خلاص بقى مش عارف ايه. فهو كان انسان يعني كل اللي اتعامل معاه الى الان له مواقف الحقيقه يعني ما بينسهلوش حقيقي بجد. علمني ان شفره الفن السحريه ان الواحد يفضل محتفظ بطفولته على الدوام. يمكن ده اللي قربني اكتر من مجال الاطفال، وهو كان بيشجعني وكان سعيد بالاختيار اللي انا اخترته يعني في مشواري. ورغم ذلك ما كانش بيحب ابدا، وانا يعني كنت بقدر الحته دي فيه ان هو يتصدر المشهد في اي حاجه انا بعملها. أيوه. لان بالذات مجال الفن او مجال الابداع ده ما فيهوش واسطه. ايوه. طب انا يعني بنظره سريعه كده على اعماله، ما مسكناهوش من حاجه، يعني بمعنى اخر في ممثلين بيشتهروا بالادوار الكوميديه بس، في ممثل يشتهر بدور ضابط الشرطه، في ممثل يشتهر بدور الشخص الشرير. أيوه. لكن أيوه. ابو بكر عزت واحنا بنشوف المسيره بتاعته يعني ما شاء الله مسيرة متنوعة حافلة، شايفاها ازاي؟ لا، شايفة انه كان فنان بجد، يقدر يعمل اي دور وحضرتك تصدقه بالدور اللي بيعمله. يعني يقدر يعمل دور مثلا زي فوزية البرجوازية حلاق في حي شعبي، ويتكلم بشكل واحد ما مرش عليه ابدا مصطلحات ثقافيه ولا بيعرف مثلا يقرا ولا يكتب، ثم بعد كده يعمل باشا مثلا في زيزينيا حضرتك تصدقه، ثم يعمل دور في المراه والسطور بشع وياخد عنه جائزه احسن ممثل في مهرجان السينما. يعني هو متعدد الاوجه لانه بيحب ده. فبكل دور بيعمله انا كنت بشوف بابا زي التلميذ حضرتك، يعني برغم العمر ده والتجربه دي، ولكن كان يقعد يذاكر، يجيب كشكول يقعد ينقل الدور بتاعه ويذاكره، وينزل بنفسه يختار الملابس بتاعت كل دور. انا فاكره مثلا في قلب الليل مع الراحل المخرج العظيم عاطف الطيب، ينزل ويشوف هيلبس البلطو اللي هيلبسه فوق الجلباب اللي هو كان عامل مخبر تأكيد، والطربوش. أيوه. فاكره في المرأة والسطور تحديدا، انا مره كنت رايحه ازوره لقيت حاجه بتاعت مثلا 75 صوره ليه بشنب، كل مره شنب مختلف عشان يختار الشكل اللي هيظهر بيه في الفيلم. دي سمه اللي بيقدر وبيحترم شغله. أيوه. علشان كده هو فنان قدير ورحمة الله عليه، ودايما أعماله خالدة وبتستمر بسيرته الجميلة. شكرا لك الكاتبة سماح أبو بكر عزت نجلة الفنان الراحل أبو بكر عزت، ورحمة الله على الفنان الكبير.